حقيقة الحديث يدور حول مو الأملاك والبنوك، يدور حول يجب أن يدور حول الأملاك. تدري هذا يروح يشتري له عقارات، عقارات من نيويورك وبلندن. أسا بلندن كنا معارضة، أنا وأحمد الشلبي نملك بيوتنا، أنا ببيت عندي كبير وأحمد الشلبي عنده شقة في أرقى موقع في لندن، بقية ما عندهم الرموز، ما عاد عايش على الجو السياسي. هسه صارت عمارات واملاك وودي وجيب وروح تعال والى اخره. سياسيين كبار حاليا هم؟ والله سياسيين كبار، طبعا سياسيين كبار لا اخوهم صغار. ولهذا تعرف يعني انا بيتي مشتري بال 84، اكبر من بيتي هنا اللي مأجره من بغداد من عقارات الدوله، اكبر مرتين منه منطقة جدا راقية. زين انا مشتري بال 84، مو هسه مشتري، هسه صارت عندهم املاك وعقارات وعمارات ودي وجيب. لهذا اكو خلل في تدري الفساد جزء من التركيبة المؤذية لأي مسيرة اقتصادية، مؤذية جدا. وش ماله احنا ما عندنا وجهة نظر بالمسيرة الاقتصادية شو نسوي، ونعتبر الوظيفة الحكومية هي الأساس، وتلاعبوا بالوظائف الحكومية مثل ما تشوف. يعني يقول لك هذا عنده ما ادري ايش يسموه، اشباح ما ادري ايش اسمهم، فضائيين، شو اسمهم، فضائيين فضائيين، يعني شلون هاي